FM. الكل ملك. مقال هبطه الأستاذ حمادي رديسي المختص في العلوم السياسية واللي كان ناشط جدا في إنشاء نداء تونس. قال نداء تونس هو التجمع مقال. هو التجمع. يا صح النوم. سي حمادي أستاذنا سي حمادي وزميلنا برشا كلام كنا نقوله فيه احنا أصبحوا جماعة يتبنوه بطريقة واضحة ولكن احنا كنا نقوله فيه بطريقة مبدئية هم يقولوا فيه لأنهم صارت معركة وخسروا فيها كابا فان الكلمة ليك